بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. هذا سؤال دائما يسألوني للنساء ولا الرجال في المدن كاملة، وهي دارت دارت هذه القضية. كل واحد الشهر يدير كل يعني يجتمع واحد مجموعة نتاع الناس، هذا عارفين المغاربة، وكل شهر كيديروا مثلا 500 درهم ولا 1000 درهم، داكشي على حساب الاخر، وكيديروا يديروا ان شاء الله تبارك وتعالى يستهيمون، وكل شهر اللي طاح في هذاك السم ان شاء الله تبارك وتعالى ياخذ هذيك الشي مجموعه باش يقضي صوالحهم. قال لك راهم كيقولوا لنا باللي هذه ربا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. اذا قال لك سيدي هذا الشهر كيقولوا بعض العلماء، شوف يا اخويا الله يجزيك بخير، انا نسهل لك المساله ونقول لك هذه المسألة يقوم بها أفراد معينون، وقد اتفقوا جميعا على هذه المسألة، اتفقوا عليها إن شاء الله. هذه واحدة. ثانيا، هذا الناس إن شاء الله تبارك وتعالى داروا هذه الطريقة، يتعاونوا بها ومن خلالها باش يحلوا أزمات نتاع بعض الإخوان دون أن يضطروا للجوء إلى القرض. هو سمعت سيدي، هذه الثالثة هي مسألة فيها التعاون على البر، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا تعاون على البر، واحد النوع تاع التكافل والتساند في عند الظروف الصعبة، وحينما يضيق الأمر على أحد هؤلاء. فإذا بإذن الله تبارك وتعالى أقول لهؤلاء إن شاء الله تعالى هذه مباحة ولا شيء فيها، بل هي إن شاء الله تبارك وتعالى مطلوبة خاصة عند مثل هؤلاء الذين يعانون ما يكملوا الشرع بالسيف. زين، نقول لكم على القضية. تعرفوا هذه دارت واسم مدربيها الناس ولا ما تعرف؟ أنا أعرف واحد مجموعة تاع الناس داروا جمعية ديال دارت. أش داروا؟ فين وصلوا؟ حجوا جميعا، الله أكبر، زيد، وداروا جميعا الديار، الله أكبر، ولا زالت أموال دارت يستثمرونها. وأعرف هذه الناس وهم أقرب الناس إلي في مدينة من المدن، وراء عندهم الآن الحمد لله عندهم الباطيمات، عندهم باطيمة على طيمة كيبيعوا ويشريوا. شوفوا العقل منين يحسن استثماره. نعم، هو كانوا دارين دارت ولكن بواحد الشيء كبير، لأنه كلهم كانوا موظفين وناس عندهم الفلوس، يعني وكانوا كيجمعوا مزيان، وراهم غاديين في هذا الطريق ومشروعهم ناجح. إذن هذه إن شاء الله تبارك وتعالى من الابتكارات نتاع الناس اللي مزيرين بواحد الطريقة نتاع التعاون باش ما يلجئوش للقروض. شكون يعطيك القرض اليوم؟ واش تمشي للبنكة باش دير ربا؟ إذن مباحة إن شاء الله بإذن الله، وأسأل الله أن يعين الجميع وأن يرزق الجميع من فضله يا رب العالمين.